السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد مثال عملي ان احنا نرسم بعض الاشكال وندموها مع بعض او نطرحها من بعض. طيب خلينا نيجي هنا، اقول له انا عايز اشتغل في 3D، انا بحب اشتغل في 3D، اقول له انا عايز ارسم مكعب. طيب هعمل سيلكت على المكعب دوت واغير الابعاد بتاعته، وليكن مثلا هخليها 100 بالشكل دوت، وهنا الويدث مثلا نخليها 30، تمام، وخلي 10 سنتيمتر. طيب دلوقتي بقى عايز ارسم مكعب تاني اهوت. طيب المكعب التاني بقى الجديد دوت عايز اقول له اخليه زي ما هو، بس حركه البوزيشن بتاعه، خليه مثلا 10 10، تمام. طيب عايز المكعب دوت هقول له كوبيك في في، فبقى موجود ايه كذا مرة تانية. طيب ممكن اجي هنا واقول له خلي ال دوت مثلا 40 بالشكل دوت. طيب والتاني بدل ما هو 40 خليه مثلا 70 بالشكل دوت. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا على ال3 عناصر دول ونخليهم شكل واحد، تمام، رغم ان هما طيب خلينا نعمل سيلكت مع ده مع ده واقول له ابلاي كروس، رغم ان هما مش ماسكين في بعض، بس اهو دول كده اقول له اعملهم لي مع بعض ابلاي كلوز، بقى موجودين كلهم في شكل واحد. ابدا اطرح بقى، اقول له انا عايز اطرح ده من ده، تمام، ده من ده اهو، اقول له اطرح لي بالشكل ده، فيطلع لي الحاجه زي ما انت شايف. اقول له انا عايز اشوفها من فوق، طرح لي الشكل اللي انا رسمته من الشكل الكبير.